طبعا انا ضد عقوبه الاعدام وطبعا انا مناضل من اجل تكييف التشريع المغربي بشكل تام ومطلق مع الشرعه الدوليه الان كنشوف كواقع ملموس ان امكانيات تقدم راسا تجاه الغاء قانون الاعدام تمر بمراحل المرحله اللي إحنا فيها الان هي ترسيم تعليق اه لممارسة الاعدام بحيث انه الى سنينة الحاله ديال ثابت في 94 هذه اه اكثر من عقدين باش ما تنفذش حكم الاعدام في المغرب هو تنقيه القانون اه المغربي من الشوائب المرتبطه بالاعدام وكنلقاو بان الحالات الغالبه ديال الاعدام مرتبطه بأمن امن الدوله بامن الملك بامور من هذا القبيل اللي لا ضروره ولا منطقه للحفاظ على عقوبات منافيه للحس الكوني بشانها